زادكم الله علما وعملا. تقول الأخت: ما توجيهكم لمن يزهدنا في دراسة التوحيد بقوله: لماذا ندرس التوحيد ونحن نؤمن بالله ورسوله؟ سؤال جميل ومهم جدا. كم من يدعي أنه يؤمن بالله ورسوله وهو يشرك بالله تعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أرأيت أختي الفاضلة من يمد يده نحو القبور ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، وهو يصلي ويصوم ويزكي ويتهجد ويقرأ القرآن، أيكون مؤمنا؟ ها؟ لا والله ليس بمؤمن. أرأيتم من يقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان من الموتى أو الأحياء، وهو يصلي ويصوم ويفعل كثيرا من الطاعات ويردد لا إله إلا الله آلاف المرات، أسألكم بالله، أيكون مؤمنا؟ لا والله لا يكون مؤمنا. أرأيتم من يردد، من يصلي ويصوم ويفعل الطاعات وهو يذبح ذبائح للموتى والصالحين في قبورهم ويجعلهم وسطاء بينه وبين الله، هل يكون مؤمنا؟ أرأيتم من يدعي الإيمان وهو يستهزئ بالسنة ويستهزئ بالله ورسوله والقرآن والمؤمنين، هل يكون مؤمنا؟ لا والله لا يكون مؤمنا. فهذه دعاية، الذي يقول لك هذا اختبريه، قولي اختبريها، قولي تعالي: ما حكم الذبح لغير الله؟ ما حكم النذر لغير الله؟ ما حكم دعاء غير الله؟ ما حكم طلب المدد من غير الله؟ ما حكم الاستغاثة بغير الله؟ يصلي 3 ساعات 4 ساعات ثم يأتي أمام الضريح: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان. هذا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالذين يزهدون في التوحيد ما عرفوا التوحيد، وما عرفوا ما آل إليه حال كثير من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمتي الأوثان. ويقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والله يا أخواتي يا إخواني، إننا نسمع الآن عندنا في المسجد النبوي زغرطة، إذا دخلت المرأة تزغرط ثم تقول: مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله. هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما فرق المسلمين إلا ضعف التوحيد، إلا عدم تحقيق التوحيد، إلا عدم الاهتمام بماذا؟ بالتوحيد. أما المبدأ الذي تردده بعض الأحزاب الجاهلية التي تقول: نتفق فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا مبدأ ماسوني، ليس مبدأ إسلاميا، ليس مبدأ إسلاميا. نعذر بعض في بعض في الشرك، نرى شخص يدعو غير الله نسكت عنه، نقول له: خلاص عملك طيب، هل هذا صحيح؟ لا والله. وجزى الله الأخت على هذا السؤال المهم، ولعلها تنقل هذا الجواب إلى أخواتها. نعم.